ويتم التنسيق الموعد عن طريق هيئة رئاسة مجلس النواب لاستضافة الرئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. والسؤال هو يعني سؤال الشفاهي طريقة ثانية لاستضافة رئيس الوزراء أو السلطة التنفيذية، نفس السؤال وجهناه أنه أسباب التأخير في قرار سلم الرواتب في ضوء أحكام المادة 58 وإعادة إرسال قانون الخدمة المدنية الاتحادية إلى مجلس النواب بالرغم من مرور 400 يوم من سحب القانون. هذا السؤال اللي إن شاء الله نوجهه إلى رئيس الوزراء. فإحنا يعني بالحقيقة على مر الفترات الماضية أنه السلطة التنفيذية عندها مشكلة ويا التشريع، لا عندها مشكلة إذا يجي مجلس النواب. زين يعني أنتم كنتوا قبل أعضاء في مجلس النواب، شنو مشكلة تجي مجلس النواب؟ هو يعني قبل التكليف اجى وقال أنا راح أحضر شو وقت ما يريدني. لا. مجلس النواب. لا. السيد السوداني تعتقد راح يجي لو راح يمارس نفس السلوك السابق لرؤساء الوزراء؟ يعني أصل الموضوع التواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هو أساس النجاح. تمام. وعدم التواصل ربما يولد مشاكل، فبالتالي احنا بالنسبة لنا ليس آراء اجتهادية ولا رغبات شخصية، احنا بالنسبة لنا كنواب نطلب استضافة رئيس الوزراء ليس عبث، وإنما لقضايا تتعلق بمصالح الشعب العراقي وقضايا تتعلق بالعدالة والمساواة. أضف إلى ذلك ما جاء في ليش نواب اثنين فقط؟ لا يطالبون بهذا الموضوع. لا بالعكس. جماعة التواقيع. لا بالعكس، عندنا تقريبا 105 نائب وقعوا ويانا في متابعات. ممكن يتحول إلى استجواب مو استضافة. أي نعم. يعني ابتداء احنا تدوم بالاستضافة. لا احنا يعني يوجد مثلا قضايا تصل حتى الاستجواب. زين. استضافة. فالآن عندنا 105 نائب وقعوا ويانا. جي. يعني أنا وقعت. وقعوا على استضافة رئيس الوزراء لمناقشة سلم الرواتب. نعم. ومؤيدين تعديل سلم الرواتب. كسلطة تشريعية. جي. فلا أكثر من النواب، كثير من النواب، أغلب النواب هم مساندين هذا الموضوع.